اصحابنا في اولى وتانية عاملين ايه؟ زيكم، ايه اخباركم؟ بتحفظوا الالحان ورانا كويس ولا لا؟ اهم حاجه يا ولاد تحفظوها وتراجعوها كويس عشان الالحان بتتنسي بسرعه. يعني افضلوا بصوا في الفيديوهات كتير كده واقروا وراجعوا الفيديوهات كتير واسمعوها تاني وتالت عشان ما تنسوهاش، حتى لو حفظتوها راجعوها تاني. تمام. كنا بدأنا المره اللي فاتت في مرد لحن اصومين اليوناني، وقلنا لحن أصومين ده في منه 3 لغات: يوناني وقبطي وعربي. يوناني وقبطي وعربي، بنقول ربع يوناني ونقول المرد اليوناني، وبنقول الربع قبطي ونقول المرد القبطي، وما بين كل ربع يوناني وكل ما ربع قبطي بنقول ربع عربي. والعربي طبعا معروف، لو صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البراقليط روح الحق المعزي أمين الليلويا، ده أول ربع يعني. إحنا بقى علينا المرد بتاع الأرباع اليونانية والمرد بتاع الأرباع القبطية، مرد لحن أصومين يوناني، والمرة الجاية هنبدأ في مرد لحن أصومين القبطي. يلا بينا نكمل، هنراجع اللي إحنا أخدناه المرة اللي فاتت ونكمل حتة جديدة. يلا بينا. نيلسون إيس أو رانوس أكسيتون باراكليتون. معلش يا زوري بس وجعني شوية. تاني. نيلسون إيس أو رانوس أكسيتون باراكليتون. نيلسون إيس أو رانوس أكسيتون باراكليتون. نيلسون نيلسون إيس أو رانوس نيلسون إيس أو رانوس أكسيتون باراكليتون. أكسيتون باراكليتون، ده اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت. لو مش فاكرين رجعوا الفيديوهات تاني، واحنا محفظين الكلمات بحالها والطريقة يعني والحد كده، ارجعوا للفيديوهات تاني والفيديو اللي فات يعني، وهتلاقوه على البيج بتاعتنا على الفيس. الربع الجديد بقى طوب نيفما طوب نيفما توب نيفما توب نيفما تو بنيفما تو بنيفما. تمام. توب نيفما توب نيفما توب نيفما. تاني. توب نيفما تسألي سياس، صعبة دي. تاني. تسألي سياس تسألي سياس تسألي سياس. نقسمها مع بعض. تسألي سياس تسألي سياس
تسألي سي ياس طوب نيف ما تسألي سي ياس تاني طوب نيف ما تسألي سياس تسألي سياس تسألي سياس آمين الليلويا آمين 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 طوب نيف ما تسألي سياس آمين 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 الليلويا آمين الليلويا آمين الليلويا نيلسون إيس أورانوس أكسيتون باراكليتون طوب نيف ما تسألي سي ياس آمين الليلويا آمين الليلويا لو في يا ولاد لو في حتة مش عارفين تحفظوها او حاجة مش عارفين تحفظوها من اللحن ده او من الالحان اللي فاتت كلها، سيبوا لي كومنت تحت الفيديو قولوا لي يا استاذ توماس في الحتة المعينة في اللحن الفلاني مش عارفين نحفظوه، وانا هصور لكم فيديو جديد اعيد لكم في الحتة دي. تمام، يلا ربنا معاكم.